تحدي القراءة العربي، وده أجمل تحدي ممكن يكون موجود. التحدي اللي بدأه أو بدأته مؤسسة محمد بن راشد يبتدي من دبي ويلف العالم العربي كله، كل دولة عربية بيكون فيها مسابقة محتدمة ومنافسة محتدمة على أفضل قارئ. عارفين كام طالب وطالبة في مصر اشتركوا في هذه المسابقة هذا العام 2024؟ كام واحد؟ حوالي 16 مليون طالب وطالبة من كل المدارس بمستوى مشرف ولائق، بالدرجة ان مؤسسة محمد بن راشد عملت احتفالية مخصوصة هنا في القاهرة، احتفالية مخصوصة لطلاب وطالبات مصر. من مصر الرقم مذهل ومدهش ومفرح، كانت احتفالية راقية وجميلة وبديعة في القاهرة. فاز بتحدي القراءة المصري الطالب أحمد حنفي حسن بالجائزة الأولى بشكل مشرف للغاية. هنا اليوم في مصر أرض الكنانة، الأرض التي صدرت العلم والمعرفة للإنسانية، الأرض التي كتب التاريخ عليها بنقوش على المعابد والجدران، التي كتبت الكلمات فيها على الألواح وأوراق البرد. إنها أرض المعرفة، عبر الزمان كتب في هذا البلد وصدرت المعارف إلى الدنيا بكل اللغات. أما اللغة العربية فكانت مصر حارساً أميناً عليها، وصدرت المفكرين والمثقفين والأدباء والشعراء. أمير الشعراء أحمد شوقي، عميد الأدب العربي طه حسين، أديب نوبل نجيب محفوظ الذي قرأت لغة الضاد منه في العالم كله. إنه تحدي اللغة العربية الرائع المبهج الناهض الحضاري الذي يجمع شرق وغرب العالم العربي على كلمة ساحرة هي الكلمة العربية. بلد العلماء، بلد المفكرين، بلد المقرئين، شيء عجيب قدرتها للشعب. مصر يا أم البلاد، أنا ابن مصر وعن بلادي سأحدثكم. أنا نفسي أكون زي الشاعر الكبير أحمد شوقي. اقرأوا، فالقراءة نور المعرفة، أنتوا شباب المستقبل، أنتوا شباب المستقبل. الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كتابه قصتي قال: أحب الوصول إلى قمم غير متوقعة. موهبة القراية بتفرز مواهب تانية كتير يقدروا يحققوا ذاتهم. الفائزة في المركز الأول شدوى أمير الزغبي من محافظة القفاهلية، محمد هشام سيد أحمد، رميم سمير حمودة. لازم المتعلم الجديد يبقى قادر على ان هو يبقى عنده عقل ناقد، عقل عنده استعداد يناقش القضايا بشكل موضوعي ومنطقي. بتستمتع اكتر وانت بتقرا الكتب الخارجيه ولا كتب المدرسه؟ بصراحه ده سؤال خارج المسابقة، يعني ما يعني أيا كانت الإجابة ملوش علاقة. أنا أستمتع بالإثنان معا لأن القراءة كنز ذهبي. ماشي يا محمد. وفازت بالمركز الأول ولقب المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي على مستوى جمهورية مصر العربية مدرسة زهور الياسمين من محافظة القاهرة. المركز الأول
للقارئ من أصحاب الهمم من الصف الثاني الثانوي الطالب علي محمد علي جبريل من محافظة سوهاج، فاز بالمركز الأول. أحمد حنفي حسن عبده فوقة الرائعة المبهرة سلمى حازم محمد حصلت على المركز الثاني، مبروك يا سلمى. أحمد حنفي صحيح هو الأول، إنما كل المتسابقين كانوا على درجة كبيرة جدا من الاجتهاد والتميز والتواصل مع الناس. لما سألناهم قدام الناس الحقيقة كلهم مستوى ممتاز للغاية. إن شاء الله نتمنى إنه في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي يكون أحمد من الفائزين.